وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت مولانا تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد كيد الأعداء في نحورهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم شتت شمل الأعداء، وارمهم بكل داء، واجعل الدائرة عليهم يا رب الأرض والسماء، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. ونسألك أن تلحقنا بالذين سبقونا على الإيمان، وأن تجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد كنا نتحدث عن مسوغات الابتداء بالنكر، وقلنا إنها ترجع إلى أمرين، إما العموم وإما الخصوص. يعني كل ما كان من تفصيل وتفريع المقصود منه الإفهام، ولكن كما قال ابن هشام كلها ترجع إلى أمرين، إلى العموم يعني أن يكون المبتدأ في صورة عامة، وإما أن يكون المبتدأ صار خاصا، والعموم يرجع إلى الخصوص. لأننا إذا قلنا ما رجل في الدار، وأتينا بما النافية، إذن جعلت الحكم على الرجل عام، يعني لا يوجد محمد ولا يوجد إبراهيم ولا يوجد خالد، إذن التعميم صار إلى الحكم على كل واحد من الأفراد. وطبعا إذا كان الحكم على كل واحد من الأفراد، إذن رجع التعميم إلى التخصيص. ولذلك قالوا المبتدأ حينما يكون نكرة ويكون عاما أو يكون خاصا، فإنه يصلح أن يكون مبتدأ، ويصلح أن يؤتى له بخبر يكون بعده. ومضينا في هذه التفريعات، ووصلنا إلى كم؟ 20. أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس: مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. وقلنا إن الشاهد في هذا قوله إيه؟ مرسعة. طبعا هي نكرة وجاءت في بدء الكلام، وسوغ الابتداء بها أنها مبهمة، يعني مرسعة فيها إبهام، فتصلح بإبهامها على كل من يوصف بهذه الصفة. طيب اتفضل يا شيخ محمود. 21. يقول المصنف والشارح رحمه الله ونفعنا الله بعلومهما في الدنيا والآخرة، مسوغات الابتداء بالنكرة المسألة 20 أو 20، مسألة 20 أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس: مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله: لولا اختبار لأودى كل ذي مقة لما تقلت مطاياهن للظعن. لولا اختبار لأودى، وأودى فعل، أودى يودي بمعنى هلك، كل ذي مقة المقة
يعني المحبة. نعم، لما استقلت مطاياهن للظعن. المطايا جمع مطية، وهي التي تركب ويسعى بها من أراد السفر. الظعن يعني الرحيل والسفر. كأنه يقول: لولا الصبر لمات المحب. هذا هو المعنى باختصار، يعني لولا الصبر لمات المحب حينما يرى أن الذين أحبهم رحلوا من هذا المكان، لأن الرحيل من مكان إلى مكان آخر يجعل النفوس تتحرك وتشتعل، خصوصا إذا كانت هناك مودات وهناك تواصل بين الناس وبعضهم. إذن عند السفر نرى أن ما في النفس يتحرك، ولذلك كنا نرى الذين يسيرون إلى حج بيت الله الحرام، يأتي أهلهم وهم فرحون على مدى عام كامل، في ساعة السفر يأتون ويبكون. لماذا البكاء؟ لأن النفوس تحركت. ودائما الإنسان حينما يرى نفسه سينقطع عن هذا المكان فترة من الزمن يحرك الشجن الذي في النفوس، والشجن بمعنى المعاني التواصل ومعاني المحبة. ولذلك يقول: لولا اصطبار، ولم يقل لولا صبر، لأن الصبر بهذه الأحرف الثلاثة صابارا يكون في أول الأمر، لأن الفعل الثلاثي يعطي المعنى في أول الأمر. ضرب يعطي المعنى في أول الضرب، صبر يعطي المعنى في أول الإيه؟ صبر. إذا أردت أن يكون المعنى أوسع فعليك بتوسيع اللفظ، لأن اللفظ كلما زاد زاد المعنى. ولذلك كما قالوا: كلما زاد المبنى زاد إيه؟ زاد المعنى. ولذلك هنا تقول اصطبر، وأصل الطاء تاء، وتسمى هذه التاء بتاء الافتعال. تاء إيه؟ ومعنى الافتعال يعني أن المعنى الذي تحت اللفظ يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى شدة، ولذلك يؤتى بهذه التاء دائما إذا كان المعنى يحتاج منا إلى عناء، ثم تقلب التاء ها طاء. ولذلك ابن مالك سيأتي في هذا المقام ويقول: طاء تاء افتعال، يعني طاء تاء في افتعال أبدلا، يعني أبدل التاء إيه؟ طاء. وهذا سيأتي إن شاء الله في الإعلال والإبدال. إذن الاصطبار أقوى من الصبر، لأن الصبر قد يكون في أول الدرجات، لكن الاصطبار لا يكون إلا على شيء يحتاج من الإنسان إلى أن يعني نفسه في حبس النفس، حبس نفسه واشتد عليه الأمر. إذا لم يكن هذا من باب الصبر في أول الدرجات، وإنما هو اصطبار. لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة، يعني لهلك كل صاحب محبة، حينما استقلت مطاياهن للظعن، يعني بدأت المطايا في المسير. هنا الشاهد في قوله إيه؟ لولا اصطبار. إذا وقع المبتدأ اصطبار، نكرة أم معرفة؟ نكرة. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ أنه جاء بعد لولا. ولذلك نحن درسنا أو سندرس حذف الخبر بعد لولا، هذا واجب. لولا اصطبار موجود. ولذلك في ابن مالك يقول رحمه الله، يقول: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. إذن هنا الخبر إيه؟ محذوف. إذن لولا حرف امتناع الوجود، حرف امتناع إيه؟ لكن لو حرف امتناع الامتناع، يعني إذا قلت لو جاء محمد لأكرمتك، إذن لم يكن الإكرام لأن محمدا لم يأتي، إذا امتنع الجواب لامتناع الايه؟ الشرط.
ولذلك يقال لو حرف امتناع ايه؟ الامتناع. لكن لولا هناك شيء موجود فمنع شيئا اخر، ولذلك يقال بعد لولا امتناع الوجود، امتناع ايه؟ لوجود. يعني هناك واحد معه ضيف وابنه صنع صنيعا يستحق التأديب، فيقول الرجل صاحب البيت يعني لولا الضيف لا أدبتك. إذا امتنع التأديب لوجود ايه؟ لوجود الضيف. ولذلك لولا حرف امتناع الايه؟ الوجود. لكن لو حرف امتناع ايه؟ الامتناع. والاثنان لو ولولا حرف شرط ولكنه لا يجزم. اذا حرف شرط غير ايه؟ غير جازم. لولا اصطبار، اي اصطبار موجود وحبس للنفس على المكروه، وهذا موجود في النفس، لحدث كذا وكذا، ولكن لم يحدث هذا الهلاك لوجود الايه؟ الصبر. اذا وجود الصبر منع ايه؟ منع الهلاك. اذا امتنع الجواب لوجود الايه؟ لوجود الشرط. لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة، ثم علق هذا الكلام على الحين، ولذلك لما بمعنى ايه؟ حين، يعني ظرف زمان بمعنى ايه؟ حين. لما استقلت بمعنى بدأت في المسير، يقال استقل السيارة بمعنى ايه؟ ركبها وسارت. لما استقلت مطاياهن للظعن. تفضل يا سيدي. الثاني والعشرون ان تقع بعد فاء الجزاء كقولهم ان ذهب عير فعير في الرباط. يا سلام. ان ذهب عير، العير هنا هو الحمار، لكن العير الجمال التي ترحل من مكان الى مكان تسمى ايه؟ عير، عير لقريش. اذا العير بكسر العين هي الايه؟ الجمال التي انتظمت مع بعضها وصارت قافلة تسمى ايه؟ عيرا. لكن العير هو الايه؟ يعني من دقة اللغة ان الكلمة تراها واحدة في الحروف، لكن في الشكل تغير. عير هو الحمار، لكن عير قافلة. ولذلك لو قرأها قارئ وقال عير، إن ذهب عير فعير في الرباط، يكون الكلام على غير المعنى المقصود، لأن المعنى إن ذهب عير أي حمار فعندنا غيره، فعير في الإيه؟ فعير في الرباط. وهذا من أمثال العرب، وهذا المثل يقصد به أن المقصود موجود، حتى لو ذهب شيء فهناك مثاله في الإيه؟ في المكان المراد. يعني أن العوض موجود. الشيخ شرح هذا وبينه في قول العربي إن ذهب عير، هذا شرط. أين أداة الشرط؟ إن. فعل الشرط ذهب، وفعل الشرط الأصل فيه أن يكون فعلا سواء كان مضارعا أو كان ماضيا، لكن لا يأتي أمرا، وهذا سيأتي إن شاء الله. الشرط إما أن يكون مضارعا فيجزم، وإما أن يكون إيه؟ ماضيا. والماضي سيكون مع فاعله في محل جزم فعل الشرط، في محل ايه؟ جزم فعل الشرط. يعني ذهب فعل ماض عير فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم فعل الشرط. بعد فعل الشرط نحتاج الى ايه؟ جواب الشرط. جواب الشرط ان كان فعلا مضارعا لا يحتاج إلى اقتران بالفاء، لكن إن كان على غير الأصل فيجب
أن يكون مقرونا بالإيه؟ بالفعل. ولذلك ابن مالك رحمه الله حينما وصل إلى هذا وضع لنا قاعدة، قال: إن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا فالربط موجود، إن تذاكر تنجح. إذا تنجح تصلح أن تكون شرطا، تقول إن تنجح تكن من المكرمين مثلا. لكن إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا، قالوا إذا يحتاج إلى رباط. يربط بماذا؟ بالفاء. ولذلك الفاء هذه لربط الجواب بالشرط إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون إيه؟ شرطا. سيأتي هذا إن شاء الله. إذا هذه الفاء تسمى بفاء الجواب، فاء إيه؟ وقلنا إن الجواب هنا جاء بحيث لا يصلح أن يكون شرطا، فلما كان كذلك لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالإيه؟ بالفاء. طيب هنا بعد فاء الجواب وقع أول الجواب اسما نكرة، ما المسوغ له؟ أن هذه النكرة وقعت بعد فاء الإيه؟ الجواب، لأن وقوعها بعد فاء الجواب هذه النكرة دل على أن النكرة لم توجد في أول الكلام، يعني ليست النكرة هنا في أول الإيه؟ هي في أول الجواب صحيح، لكن هل هي في أول الكلام؟ لا، أول الكلام فعل الشرط، واضح؟ ولذلك وإن كانت النكرة جعلت مبتدأ إلا أنها وقعت بعد فاء الجواب، وهذا دليل على أنها لم تقع في أول الكلام وإنما وقعت في عرض الكلام، وطالما وقعت في عرض الكلام تعرب مبتدأ، هذا من ناحية الصورة، لكن هي ليست في بدء الكلام لأن الكلام على جواب الشرط، والجواب يكون دائما بعد الشرط، الجواب بعد الإيه؟ بعد الشرط. ولذلك فعير في الرباط عير مبتدأ، وفي الرباط جار ومجرور متعلق بإيه؟ بمحذوف خبر. والجملة من المبتدأ والخبر ها في محل إيه؟ جزم جواب الشرط، لأن جواب الشرط يكون إيه؟ مجزوما. فأي كلام يقع في موقع الجواب إذن هو في محل جزم جواب الإيه؟ جواب الشرط. طيب هذا موضع. نعم يا سيدي. 23 أن تدخل على النكرة لام الابتداء، نحن لرجل قائم. يا سلام، لام الابتداء سوغت، لماذا؟ لأنها جعلت الكلام لم يبدأ بالنكرة إنما بدأ بإيه؟ بلام الابتداء، وطالما بدأ بلام الابتداء فمعنى هذا أن النكرة وقع قبلها ما سوغ لها أن تكون مبتدا، ولذلك تقول لرجل قائم، اللام تسمى لام إيه؟ لام الابتداء. إذن هي قوة المبتدا، مهمتها التقوية، ولذلك نحن رأيناها تتزحلق من المبتدا إلى الخبر حينما تأتي إن، أن إن للتوكيد واللام للإيه؟ للتوكيد لمحمد كريم، فإذا قلت إن لا تدخل إن على اللام لأن العمل واحد، فإن حرف توكيد واللام أيضا للإيه؟ للتوكيد، ولا يجتمع مؤكدان على مؤكد واحد، ولذلك نزحلق اللام، تبقى بأثرها ولكن تؤخذ من مكانها إلى مكان آخر، ولذلك قال إن محمدا ثم تأتي باللام فتقول إيه؟ لا كريم. إذن اللام الأصل فيها أنها كانت في المبتدأ ولكنها إيه؟ تزحلقت إلى الخبر، وتسمى باللام الإيه؟ المزحلقة، إشارة إلى أن مكانها ليس هنا في الخبر وإنما مكانها في إيه؟ في المبتدأ. طيب إذن هذا أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة،
أن تقع النكرة بعد إيه؟ لام الابتداء. نعم يا سيدي. اللام في لرجل ألا يصح أن تكون للجر؟ لا، ده هي لام الابتداء وهي حرف لها إلى أن تكون لام الابتداء. لام الجر دائما تجر ما بعدها وتكون مكسورة، تقول لمحمد، لمحمد خير علينا، والتقدير خير علينا لمحمد، ولذلك لام الجر تكون مكسورة، والذي يأتي بعدها يكون مجرورا بها. أما لام الابتداء فإنها مفتوحة، والذي بعدها لا يتأثر من جهة الإعراب بها، وإنما الذي بعدها يكون إيه؟ مبتدأ، والمبتدأ حكمه الإيه؟ الرفع. نعم يا سيدي. الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية، نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حق فدعاء فدعاء قد حلبت على عشارة علي عشاري علي عشاري. والله هذا كلام المفروض أنه لا يعني لا يقال، لكن على كل حال هذا كلام جيء به من باب الاستشهاد. البيت للفرزدق يهجو جريرا، لأن الفرزدق وجريرا والأخطل الثلاثة كانوا شعراء العصر الأموي، وكان بينهم ما صنع الحداد، جاء وكلام لكل منهم ما يهجو به صاحبيه، ولذلك دائما كان الفرزدق يهجو جريرا وجرير يهجو الفرزدق، والأخطل يدخل بينهما، والأخطل نصراني، فكان الثلاثة على هذا الحال. ولكن اللغة أثرت وأخذت من هؤلاء أساليب جعلت شواهد، لأنهم يقولون وإن كان شعرهم فيه عند الهجاء فيه إسفاف وفيه هبوط وفيه ما فيه مما لا يليق بالمسلمين، إلا أنه يصلح أن يكون شاهدا في القواعد، إذا نأخذ المنافع وهم في النار خالدون. لماذا؟ لأنهم ضيعوا أنفسهم بالمعاني الهابطة. يعني هذا الشعر يتحدث فيه عن عمة جرير وخالة جرير، مع أن العرب كانوا لا يتحدثون عن إيه؟ عن النساء. المرأة هي في موضع الستر، حتى في القرآن الكريم تعلمنا الستر، يعني يأتي القرآن ويتحدث عنهن دائما بالمستور، لكن الفرزدق يكشف المستور. كم من أب لي جرير كأنه قمر المجرة أو سراج نهاري، يعني هو يمدح نفسه أولا، يعني أنا لي من الآباء والأجداد يا جرير كل واحد فيهم كأنه قمر في السماء وكأنه شمس سراج نهار، ورث المكارم كابرا عن كابر، ضخم الدسيمة كل يوم فخاري. هذا كلام يعني الدسيمة يقصد بها المائدة، لأن الذي يوضع فيه الدسم هو الطعام، إذن الدسيمة يعني المائدة التي عليها الطعام. ولهم في كل يوم في كل يوم فخار. ثم يقول أما أنت كم عمة، وفي رواية كم عمة، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء، يعني قدمها واسع، وهذا من كثرة الجري، وابن فارس قال الفدع وجاش في المفاصل، كأن المفاصل زالت عن أماكنها
لأنها تسير وتأتي للخدمة. ثم يقول: قد حلبت علي عشاري، جمع عشراء، وهي الناقة التي وضعت من 10 أشهر. وجاء قوله تعالى: وإذا العشار عطلت. يعني يقول: أما عماتك وخالاتك فهن خادمات، وخادمات عندنا. إذا جعل الكرم كله لأهله، وجعل الهون والمذلة لمن؟ لجرير ولأهله. هذا كلام غفر الله له. طيب، أين المبتدأ؟ عمة. والمبتدأ هنا نكرة، ولكنه وقع بعد كم الخبرية. ومعنى كم الخبرية، كم الأصل فيها، أنها يؤتى بها للاستفهام عن إيه؟ عن العدد. ولذلك ينسب إلى كم الكمية، يعني كمية الشيء يعني إيه؟ عدده. ولذلك يقولون: ليس الأمر بالكم ولكنه بالكيف. يعني ليس الأمر أن تعد الصفحات في الكتاب، لا، الأمر بالكيف، يعني أن تفهم وأن تصل إلى المعاني التي في هذه الصفحات، هذا هو الكيف. أما عد الصفحات مع القراءة بدون فهم، إذن هذا كم بلا إيه؟ بلا كيف. ولذلك دائما كان شيوخنا يقولون: لا تجعلوا الأمر على الكم، وإنما اجعلوه على الإيه؟ على الكيف. يعني ربما قرأ الواحد صفحة واحدة، إذن هذا في نظر السامع قليل، قرأ صفحة إلا أنه فهمها، وقرأ كتابا بأكمله ولم يفهم شيئا. إذا من الذي كسب؟ ها؟ الذي قرأ إيه؟ صفحة. لأن الذي قرأ وفهم استفاد، وأما الذي قرأ كثيرا وفي النهاية لم يفهم شيئا، إذا ضيع الوقت ولم يأخذ شيئا يكون في نفسه مما قرأه. ولذلك كنا دائما يعني نسمع من شيوخنا: ليس الأمر بالعدد وإنما بالمدد. يعني ربما كان العدد كثيرا ولكن ليس فيه بركة، ما هو المدد هو البركة. فإذا كان هناك عدد بلا مدد، إذن لا بركة فيه. وأما إذا كان هناك القليل وفيه بركة من الله عز وجل، إذن فيه خير. ولذلك حينما يقال كم فإنها للعدد، إلا أن كم تأخذ معنى آخر ولكنه يتفرع على المعنى الأصلي. إذن المعنى الأصلي أنها للإيه؟ للاستفهام عن العدد. إلا أنه يؤخذ من باب التفريع على هذا المعنى الأصلي معنى آخر، وهو كم التي تكون الافتخار والتكثير. والتي تكون الافتخار والتكثير يؤتى بعدها بالكلام على أنه مجرور كم عمة كم كتاب، وهو مجرور بحرف جر محذوف كم كتاب، يعني كم من كتاب، كم كتاب قرأت. يفتخر، يعني واحد يأتي لزميله يقول: يا أخي أنا قرأت كذا وقرأت كذا. يقول: يا سيدي أنا قرأت كثيرا، كم كتاب قرأته. ولذلك يقال إن كم الخبرية تفيد معنى التكثير، وتفيد في دائرة التكثير الافتخار، يعني يفتخر بالكثرة. لذلك قال: كم عمة، يعني كثير من العمات بلا عدد. وهذا من باب أنه يفتخر بأنه أعمل وامتهن عمات جرير وخالات جرير. إذن فهم يعملون الذين من حولهم، وأما هم
فهم السادة، وهذا كله من باب الافتقار، والافتقار هذا شأنه مذموم. وهؤلاء الشعراء كانوا في العصر الإسلامي، وجرير مسلم، فرزدق مسلم، الأخطر والنصران، ومع هذا المسلمون منهم بشعرهم وصلوا إلى مرحلة الضعف الإيماني، لأنهم لو كانت عندهم قوة من إيمان لما هجى بعضهم بعضا، لأن هذا لا يجوز بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه شرا أن يحتقر أخاه المسلم صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال نحن أخذنا منه أن المبتدأ وقع نكرة، والمسوغ لهذا المبتدأ ليكون مبتدأ وقوعه بعد إيه؟ كم الخبري. أما كم الاستفهامية فإن الذي بعدها يكون منصوبا، كم كتابا، واضح؟ كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، يعني أعملتها عندي في حلب النوق. نعم يا سيدي. وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح. على كل حال، يعني الشيخ قال إن بعض المتأخرين يعني تتبعوا هذا ووصلوا إلى مسوغات الابتداء بالنكرة إلى أنها وصلت إلى نيف وثلاثين، ولكن أسقطه الشيخ إما لأنه ليس بصحيح، وإما لأنه يعود إلى ما ذكرناه. ابن هشام رحمه الله قال: كل هذا الكلام يعود إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة الإيه؟ العموم والخصوص. يعني إما أن يكون الشيء عاما بوسيلة من الوسائل، وإما أن يكون إيه؟ خاصا. إذن كل هذه التفريعات إما أن تكون في طريق التعميم، وإما أن تكون في طريق إيه؟ التخصيص. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. الشيخ رحمه الله، شيخنا محمود سرور الذي شرح لنا هذا الكتاب أيام أن كنا في القسم الثانوي في السنة الثانية، وأنا كنت كاتب السبورة، فأنا أكتب بالطباشير: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. فالشيخ قال: لا يا سيدنا الشيخ. قلت: ماذا يعني الكتاب فيها كذا؟ قال: لا، والأصل في الأخباز أن تحمر، وجوز التلدين إذ لا ضرر. هكذا حتى المشايخ لهم في الفكاهات شيء. وكان شيخنا هذا من أفكه العلماء، يعني كان نحويا والنحو فيه خشونة يعني كما ترون، إلا أن العالم الصالح الفكه يطفي على هذه المادة من الروائع التي تجعلها محببة للنفس. ولذلك كان شيخنا يحببنا في المادة، لأنه كان رجلا يملك دينه وله أدبه، ثم إنه يحاول دائما أن يجعل الشيء الذي في نفسه مع النحو مطروحا على النحو، فيجعل النحو شيئا محببا للنفس، حتى يأتي الطلاب حتى ولو كان النحو خشنا عليهم كلها حتى نسمع الشيخ وما يقوله من الفكاهات، وفي عرض الفكاهات يأتي العلم. ولذلك كان الشيخ رحمه الله يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مقدمة، ثم نريد أن نسمع من الشيخ قال ابن مالك، وأنا كتبت على السبورة قال ابن مالك، فنرى الشيخ يقول: قال فؤاد المهندس. طلبة تضحك، فالطلاب طبعا يفرحون، ويأتي بشيء سمعه منه في كلمتين وبس،
التي البرنامج الذي كان مبثوثا من قديم. وبعد أن يقول الشيخ والطلاب يعني يفرحون، وهذا عند علماء النفس تهيئة، يعني أنت تهيئ نفس السامع وتفتح نفسه للعلم التالي، لأن العلم التاني فيه شدة، فإذا كان العلم التالي فيه شدة إذن هيئ السامعين ولا تدخل عليهم بالشدائد، لأنك لو دخلت عليهم بالشدائد لأغلقت عليهم. ولذلك الشيخ كان بعد أن يعني تنفتح نفوس الطلاب يأتي في نشوة الكلام يقول: وقال ابن مالك، الطلاب ينقبضون، يقول: أعوذ بالله، يعني فؤاد المهندس فتح قلوبكم، ابن مالك أغلق القلوب. ولذلك أخذنا منه النحو سهلا سائغا. وكان عليه رحمة الله يشير علي، وهذا من إشارات المشايخ الصالحين، ويقول: زميلكم فتحي هذا مدرس، إلا أنه يحتاج إلى شهادة. ومرت الأيام وتوالت السنون وجاءت الشهادات، وأصبحنا ولذلك حببني في التدريس، يعني قلت: يعني متى سأرى نفسي في موقع شيخي؟ ومرت الأيام وكانت، وحببني في النحو، لأنه درس الكتاب كله من أوله إلى آخره وهو يحفظ الألفي ويحفظ شرح ابن عقيل حفظا. ولذلك كان لا يأتي ومعه كتاب ولا يمسك بكراسة التحضير، وإنما يأتي ويقول: العلم في الراس خير منه في الكراس. هكذا كان الشيخ يقول، ثم يقول: قال ابن مالك، وكأنه يحفظ الكلام حفظا كالفاتحة. لذلك كان بعض الطلاب يقولون: الشيخ كان يعمل كالماكينة، يعني لا يتلعثم ولا يخلط اللفظ باللفظ ولا المعنى بالمعنى، وإنما كان علمه مع إلقائه، وكان يتحدر، رحمه الله رحمة واسعة. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. تفضل يا سيدي. أحد الإخوان من باب الفكاهة في هذا البيت كان يقرأ: نعم، والأصل في الفراخ أن تحمر. أيوة. وجوز التسليق إذ لا ضرر. جوز إيه؟ التسليق، إن هي تكون مسلوقة يعني. وجوز التسليق إذ لا ضرر. هذه رواية. ونسأل الله سبحانه وتعالى نكون عالمين عاملين. تفضل يا سيدي. الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. نعم. وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ. أيوة. فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين. فتقول: قائم زيد، وقائم أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمرو. وقد وقع الأصل في المبتدأ أن يكون في أول الكلام، لأنه سيخبر عنه، والشيء الذي سنتحدث عنه نبدأ به، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عنه. فالحديث عنه يعني خبره، ولذلك الخبر هو الجزء المتم الفائدة، يعني يتمم مع المبتدأ فائدة الكلام. ولذلك الأصل في الأخبار أن تكون مؤخرة، لأنها وصف في المعنى. ونحن في البلاغة نقول إن الخبر هو المسند، والمسند دائما ما يحمل على غيره، يعني أنت تحمل الخبر على إيه؟ على المبتدأ، محمد رسول الله. إذن أنت تحمل وصف الرسالة من الله عز وجل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخبر الأصل فيه أنه وصف، وهذا الوصف يكون متأخرا عن الموصوف، لأن الموصوف يكون في البداية ويأتي بعده إيه؟ ما كان من باب الصفة له. طيب، لكن هل هذا يظل على الدوام؟ قالوا: لا،
لأن الأصل في الخبر أن يكون مؤخرا وقد يتقدم وقد إيه، وهذا التقديم عند البلاغين له سر، لأن الكلام على الأصل يعطيك المعنى الأصلي، فإذا زدت على المعنى الأصلي زيادة إذن عليك أن تعدل العبارة، إذن تعديل العبارة يدل على تعديل المعنى. إذن لو أنك قدمت الخبر نقول إذن المعنى تغير، لأنك أردت أن يكون الوصف هو الذي يعلمه المخاطب، كريم محمد، لأنك تعلم أن السامع يعرف محمدا تماما، لكن الأمر الذي نريد أن نثبته عنده وأن نجعله في رأسه وأن نثبته في قلبه أنه على وصف الكرم، ولذلك يقدم ما هو أهم. وهذا ما قاله عبد القاهر رحمه الله، قال إن المقدم في المعنى هو الأهم، هو الإيه؟ إذن المهم هو الذي تقدمه لأنك تريد للمخاطب أن يعتني بهذا المقدم. فإذا قلت كريم محمد، إذن ذات محمد نحن عرفناها بطوله وعرضه، لكن المهم فيه ما كان عليه من إيه؟ من الكرم. لذلك الشاعر قال: لا يعجبنك حسن القصر تنزله، لأن القصر إذا نزلته فلا عليك من القصر بشكله ولا باتساعه ولا بزخرفته ولا بزينته ولا بارتفاعه، وإنما أهل البيت هم الذين يشرفون البيت. ولذلك البيوت بأهلها، البيوت بإيه؟ ولذلك نحن في المبتدأ قد لا نحتاج إليه من جهة شكله، إنما نحتاج إلى الصفة التي فيه، وهذه الصفة هي الخبر. ولذلك أحيانا يقدم الخبر لأن الاهتمام كله بالخبر، فإذا قدمنا الخبر نقدمه لماذا؟ للاهتمام به، ولأنه أهم من الإيه؟ من المبتدأ نفسه. ولذلك قال: وقد يقدم الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الوصف في المعنى للمبتدأ. نعم. فاستحق التأخير كالوصف. طبعا النعت يكون متأخرا عن المنعوت، الوصف يتأخر عن الموصوف. نعم يا سيدي. ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحو على ما سيبين، فتقول قائم زيد. هو يقول إذا لم يحصل بذلك لبس، لبس يعني إيه؟ خلط. قال يجوز، لكن عند البلاغيين لا يقدم إلا إذا كان المتكلم يهتم بالخبر. إذن الجواز من جهة الإعراب هذا أمر سهل، ولكن الجواز عند البلاغيين يبنى على أن الخبر له إيه؟ له أهمية. إذن حينما تقول قائم زيد، إذن أنت لا تريد أن تعلم الناس أن هناك من يسمى زيدا وله صورة وله طول وله عرض، لا، تريد أن تهتم بالوصف الذي ينسب إليه وهو إيه؟ القيام. ولذلك تقديم الخبر على المبتدأ لأنه أهم من المبتدأ، لأنه إيه؟ أهم. تفضل يا سيدي. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفة، وقائم أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمرو. هذه الأمثلة مختلفة. قائم زيد مبتدأ وخبر، مبتدأ متأخر وخبر إيه؟ مقدم. قائم أبوه زيد، أصلها زيد، قائم أبوه. لماذا غير المثال؟ لأن الخبر هنا من باب اسم الفاعل، واسم الفاعل يحتاج إلى إيه؟ فاعل. إذن اسم الفاعل جاء هنا في موضع الخبر، وجاء بعده فاعله، والفاعل هنا سد مسد الإيه؟ الخبر. ولذلك قائم هنا مبتدأ ثانٍ، مبتدأ إيه؟ ثانٍ. وأبوه
فاعل للمبتدأ الثاني وحل محل الايه وسد مسد الخبر، والجملة من المبتدأ الثاني مع خبر في محل رفع ايه خبر المبتدأ الايه الاول. وقدم هذا الخبر مع كونه على صورة الجملة لماذا؟ لان الاهتمام بالمقدم. الاهتمام بايه؟ بالمقدم. لان الاهتمام اهتمام بقيام الاب، بقيام ايه الاب. وابوه منطلق زيد، واصلها ايه زيد ابوه منطلق، ومثل ما سبق. لكن اختلفت الجملة في ان ابوه منطلق مبتدأ وايه وخبر، من غير ان يكون هناك ما يكون وصفا يحتاج الى فاعل او الى نائب فاعل، ويكون سادا مسد الايه الخبر. طيب في الدار زيد هذا فيه شيء اخر، وهو ان الخبر هنا ليس جملة ولا مفردا، وانما هو ايه شبه جملة. اذا سواء كان الخبر مفردا او كان جملة او كان شبه جملة، فانه يجوز تقديمه اذا لم يكن هناك لبس. ومعنى لبس يعني ايه خلط. فاذا كان المعنى واضحا والمبتدأ نراه واضحا والخبر كذلك واضحا، يقدم الخبر جوازا. ولكن نقول ان تقديمه ان كان في النحو من باب الجواز، فان البلاغيين يتوقفون ويقولون لا يقدم الا اذا كان المتكلم مهتما بايه بالخبر عن المبتدأ، لان نظم الكلام على نظم المعاني في النفس. ابن عبد القاهر الجرجاني رحمه الله قال ان المعاني تظهر اولا في النفس، فالمعنى المقدم يقدم له اللفظ الذي يدل عليه. فاذا راينا خبرا مقدما فمعناه ان معنى الخبر هذا قدم على معنى ايه المبتدا. وحينما تحتوي النفس معنى الخبر اولا، فمعنى هذا ان النفس اهتمت بالخبر فقدمت الخبر. اذا المقدم في اللفظ مقدم في الايه في المعنى في النفس، وهذا يدل على اهتمام النفس بالخبر. فاذا اهتممت بالشيء في نفسك جعلته ايضا مقدما في قولك، هكذا يقول البلاغيون. تفضل يا سيدي. وقد وقع في كلام بعضهم ان مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا، نقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم، وفيه بحث. نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، وزيد قام أبوه، وزيد أبوه منطلق، والحق الجواز، إذ لا مانع من ذلك. وكل هذا يدل على أن الكوفيين أرادوا أن يجعلوا منها قضية، والذي يقوله البصريون بالجواز يمنعه الكوفيون لشيء في نفس يعقوب، يعني ليس شيئا من باب البحث العلمي. لأن قولك زيد قائم مبتدأ وخبر، هذا الخبر لو قدمته وقلت قائم زيد، البصريون يقولون هذا جائز، لأن اللبس لا يوجد، لأنه لا يوجد إيه لبس، وطالما لا يوجد لبس إذن يصح التقديم والتأخير. يأتي الكوفيون يقول لا، زيد قائم هكذا ولا تقديم فيه. وهذا من باب كما قلت باف الدفوس بالأشياء بينهم وبين بعضهم. ولذلك يعني ورد في الحديث إن العلماء تسلط عليهم الشيطان بالحسد، يعني يحقد بعضهم على بعض أو يحسد بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم يريدون كل منهم أن يكون إيه أسمى من الآخر. لكن يبدو أن هذا كان في القديم، لكن اليوم والحمد لله كل في فلك يسبحون، يعني كل واحد يعني له حاله.
لأن الدنيا أقبلت عليهم فأخذتهم. ولكن علماء القديم كانوا على هذا من كثرة علمهم يريدون أن يقفوا أمام بعضهم بحيث يرى في كلام الآخر مغمزا. ولذلك رحم الله شيخنا الحجار الذي كان أستاذا لنا في الدراسات العليا في البلاغة، فكان يقرئنا في الكتب القديمة، كان رجلا صالحا جعل نفسه في بيته ولا يخرج إلا لدرسه، ولما كبرت سنه دعانا إلى بيته وكان قد اقترب من 90. فالشيخ فرض علينا في الدراسات العليا 20 كتابا من الكتب القديمة، وكان يقرأ، يعني نقرأ له وهو يفسر. فالشيخ كان من العلماء الكبار الذين ما رأينا على مثالهم من أحد إلى الآن، يعني حتى نسمع من شيخنا أبي موسى الذي هو علامة الزمان في البلاغة، ومن شيخنا إبراهيم الخولي وهو أيضا صنوه، يقولون الشيخ الحجار كان إماما. ومن فضل الله تتلمذت عليه في السنة الأخيرة في حياتي التدريسية، لأنه بعد ذلك اعتذر، فرأيت منه أنه لا يقرأ كما وإنما كان يعالج الكيف. فكنا نقرأ في تجريد البناني على شرح السعد، شرح السعد اختصار للمطول، المطول شرح كبير على متن التلخيص. لما وجد أن المطول فيه طول فبدأ يختصره وسماه مختصر السعد. جاء واحد من العلماء وحش عليه وسمى هذه الحاشية تجريد، تجريد البناني. فكنا نقرأ، الشيخ يقول يا فلان اقرأ جملة واحدة وقف، فإذا فهمناها انتقلنا، وإذا لم تفهم وقفنا حتى تفهم. ولذلك مرة وقفنا ساعة وربع الساعة على عبارة ما فهمناها، والشيخ يحاول أن يفهم ويحاول أن يشرح، ثم بعد أن يشرح يقول ماذا فهم؟ يخلط، ماذا فهم؟ يلبس، ماذا فهم؟ يأتي بكلام خرج به عن الأصل. حتى قال الشيخ في النقال ماذا جرى لكم؟ هل نحن نتكلم بكلام جئنا به من الجن؟ ثم نادى عليه وقال يا فتحي، قلت نعم، قال اخلع هذه العمامة وأنا اخلع عمامتي وسنرى هل سنفهم أو لا. وبعد ساعة وربع الساعة استطعنا يعني أن نصل. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله كان دائما يقف مع كل عبارة حتى تفهم، فهمناها انتقلنا، إذا لم نفهمها قل لا. وقرأت له فقرأت سطرين فقط، قال أنت تقرأ في الأهرام؟ يعني صحيفة الأهرام يا شيخنا، يعني السطران فيهم؟ قال لا، قف عند نهاية الجملة ثم نرى ونفتش. رحمه الله يعني علمنا كيف نقرأ وليس الأمر بالكم. فنسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. الشيخ يعني هنا أتى بكلام الكوفيين، جواز في داره زيد ونقل المنع عن الكوفيين، ونقل والنقل ليس بصحيح، والكوفيون منعوا التقديم في زيد قائم، وزيد قام أبوه، وزيد أبوه منطلق، والحق الجواز لأنه لا مانع من ذلك. ولذلك قال وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. من الذي جوز؟ العرب. يعني ليس الأمر على أحكام النحاة، وإنما العرب أخذوا منهم الجواز
يعني نطق العرب بتقديم الخبر على المبتدأ، واللغة سماعية يعني ليست اللغة بالأقيسة ولا بالقواعد، وإنما اللغة إيه؟ سماعية، يعني السماع من العرب فيه هكذا، إذن الأصل فيه الجواز طالما أن الأمر لا لبس فيه لا خلط فيه، إذن يجوز التقديم ويجوز الإيه؟ التأخير. فضل يا سيدي. فإليه أشار بقوله وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، فتقول قائم زيد، ومنه قولهم مشنوء من يشنؤك، من يشنؤك، فمن قولهم، هذا كلام العرب، منه قولهم يعني قول من العرب، مشنوء يعني معيب معاب، من يعيب عليك، إذن الكلام أصله من يعيب عليك معيب، من يعيب عليك معاب، مشنوء من يشنؤك، وأصل الكلام من يشنؤك مشنوء، إذن قدم الخبر على إيه؟ على المبتدأ، لأنه لا لبس، لأنه إيه؟ لا لبس. نعم يا سيدي. فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم، وقام أبوه زيد ومنه قوله قد ثكلت، قام أبوه زيد، وتقدير الكلام زيد قام أبوه، وهذا كلام قالته العرب، العرب علمهم الله عز وجل الكلام، علامة مصطفى صادق الرافع رحمه الله، سبحانك اللهم، علمت بالقلم القرون الأولى، مصطفى صادق الرافع رجل لم يأخذ من الشهادات سوى الابتدائية فقط، ثم بعد ذلك أصيب بالصمم، يعني يبدو أنه كان في أول حياته كان يسمع شيئا، ثم أصابه مرض فأصيب بالصمم، فأصبح لا يسمع، وطالما لا يسمع إذن لا يعرف اللغة العامية، إذن ماذا يصنع وهو لا يسمع؟ عكف على الكتب، كأن الله ابتلاه ليكرمه، ومحنه ليمنحه، ودائما المحن تأتي بعدها المنح، فمحنه الله عز وجل بالصمم ليؤهله بالعلم ليكون عالما أديبا. هذا العالم مصطفى صادق الرافعي له كتاب في إعجاز القرآن، يسمى إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، أنا والله وقفت مع هذا الكتاب وقفات حتى مع العنوان، لم يقل إعجاز القرآن والسنة، لأنه لو قال إعجاز القرآن والسنة إذن كلام رسول الله سيكون إيه؟ معجزا، لكن لم يقل إعجاز القرآن والسنة، إنما قال إعجاز القرآن وإيه؟ والبلاغة النبوية، حتى يعلم الجميع أن الكلام المعجز هو إيه؟ القرآن فقط، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس معجزا، وإنما كلام رسول الله في أعلى طبقات البلاغة، في أعلى إيه؟ طبقات البلاغة، لكن ليس بمعجز، ولذلك يعني القرآن لأنه معجز وهو كلام الله جاء في المقدمة وصحت به الصلاة، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو في أعلى طبقات البلاغة، لكن هل تصح به الصلاة؟ تقرأ الفاتحة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات، تبطل الصلاة فورا. لماذا؟ لأن كلام الله في الوقوف بين يدي الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله وبعد انتهاء الصلاة، حدث الناس فضيلة الشيخ محمود بعد الصلاة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصح الصلاة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الكلام النبوي فيه بلاغة، لذلك قال الرافعي إن الله هيأ العرب بلغة القرآن قبل أن ينزل القرآن، هيأ العرب
بإيه؟ بلغة القرآن قبل أن ينزل القرآن. لماذا؟ حتى إذا نزل القرآن علموه. لذلك ترى هذا واضحا في قوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إذن لقوم يعلمون يعني تعلموا الفهم في لغة القرآن قبل نزول القرآن، حتى إذا نزل القرآن فهموا. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الذين لا يؤمنون الذين لا يؤمنون هؤلاء أغلقوا آذانهم وأغلقوا صدورهم. ولذلك نقول إن اللغة الأصل فيها السماع. ولذلك حينما قال الكوفيون والبصريون نقول يا سادة نعود إلى السماع. سمعنا من العرب مشنوء من يشنؤك، سمعنا من العرب قام أبوه زيد. إذن قام أبوه فعل وفاعل، والجملة خبر مقدم، وزيد إيه؟ مبتدأ مؤخر. طالما أن الأمر كذلك إذن يجوز تقديم الخبر إذا لم يكن هناك إيه؟ لبس. وأما المدارس التي جاءت من بعد وكان فيها ما فيها من خلافات واختلافات وردود، هذه أمور كانت في النفوس، والنفوس دائما لها وعليها. فضل سيدي. ومنه قوله قد تكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برقن الأسد. فمن ثكلت أمه من كنت واحده، ومعنى ثكلت أمه يعني فقدته. ثكلت أمه يعني إيه؟ فقدته. والثكلة هي التي فقدت إيه؟ ولدها. ولذلك سيدنا عمر لما أراد الهجرة طاف بالبيت، والعرب كانوا يجلسون على هيئة جماعات. طاف ثم قال شاهت الوجوه، يعني دعا عليهم بتشويه الوجوه. هذا يدل على ما في نفسه من الكراهية لهؤلاء الناس. ثم قال من أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي، يعني فليخرج من الحرم، إن الحرم لا يجوز فيه إراقة الدماء وهو مسلم. فقال فليلقني وراء هذا الوادي. فلما قال هذه الكلمات بهذه القوة انكسرت نفوسه، ولذلك ما تبعه منهم أحد وخرج وهو يعني جهارا نهارا، لأنه أعطاهم درسا. ولو لم يقل هذا الكلام ربما تبعه بعض الناس، لكنه بين لهم أنه على استعداد تام أن يكون مبارزا وأن يكون محاربا وأن يكون مدافعا، لكن ليس هنا في هذا المكان، هذا حرم. إذن يحرم فيه أن يعني نتخاصم، وإنما إذا أردتم فهناك خارج الحرم. ولذلك لم يتبعه أحد. هنا يقول قد ثكلت أمه من كنت واحده. إذن تقدير الكلام إيه؟ من كنت واحده، هذا هو المبتدأ المؤخر. قد ثكلت أمه يعني أنت واحد لهذا الرجل. من كنت واحده قد ثكلت أمه يعني فقدته.
وبات منتشيا. ما معنى منتشيا؟ منتشبا او منتشيا؟ منتشبا عندي انا منتشبا. لا هو لا كمنتشبا، لان منتشبا بمعنى عالقا يعني متعلقا، واما الانتشاء فهو انه يعني من النشوة. والبرثن المخلب يعني معلقا في مخالب الاسد، ولذلك يقال وقعت الدولة الفلانية في براثن الاستعمار. اذا شبهوا الاستعمار بايه؟ باسد. وبراثن الاستعمار يعني ايه؟ مخالب الاستعمار. هذا كلام جاء عن العرب، ولذلك قال ان البيت لشاعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا حسان بن ثابت الانصاري. سيدنا حسان بن ثابت كان شاعرا من الطبقة الثانية او الثالثة قبل الاسلام، قبل الاسلام، لكن بعد الاسلام صار شاعر رسول الله. اذا كل ما كان في الجاهلية مطروح، وما كان في ايام الجاهلية لا يعد، لكن حينما يكون بعد الاسلام شاعرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار مقدما. ذلك سيدنا حسان لما اسلم وعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، دخل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، وامتزج بحناياه، وامتزج ايضا بمشاعره، حتى انه ما كان يستطيع الجلوس والنبي صلى الله عليه وسلم قادم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا وجد الناس يقومون يقول لا تقوموا لا تقوموا، من باب التواضع. وسيدنا حسان لا يستطيع الجلوس، لما يظل واقفا، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان، ألم أقل لا تقوموا؟ فقال سيدنا حسان: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الكمال ولا يقوم. هذا لسيدنا حسان. ولذلك انا اقول انه لما دخل الاسلام صار النبي صلى الله عليه وسلم له في قلبه ما ليس لغيره، وصارت المعاني التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل حسانا رضي الله عنه لا يستطيع أبدا أن يكون جالسا والنبي صلى الله عليه وسلم قادم عليه، لا يجلس إلا بعد أن يجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا حسان يعني صار شاعر الزمان إلى آخر الزمان. لماذا؟ لأنه شاعر رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا حسان اهجهم، وروح القدس تؤيده معك. وقال له: اذهب إلى أبي بكر حتى يعلمك الأنساب، حتى تعرف أنسابهم، حتى تهجوهم من خلال أنسابهم ومن خلال فروعهم، لأن الحرب تكون بالسنان وباللسان. حرب بالسنان، سيوفنا معنا، لكنهم يقومون بقول الشعر ويقولون كلاما فيه أكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. إذن يحتاجون إلى حرب بالكلام، ولذلك قال: اهجهم ومعك روح القدس. رحمه الله ورضي الله عنه. تفضل يا سيدي. ومنه قوله: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. وأصل الكلام أبوه ما أمه من محارب، ما أمه من محارب، يعني رسالتي إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب، ولا كانت كليب تصاهره. يعني قبيلة كليب هذه كانت يعني قبيلة هابطة، ولذلك يعني كانوا لا يحبون
مصاهرة هذه القبيلة، لذلك قالوا إنها يعني كانت في عدة قبائل، في خزاعة وفي تغلب وفي تميم وفي النخع وفي هوازن، وعلى كل حال هم يعدون هذه القبيلة من القبائل الهابطة التي كانت يعني قصية ولا تصاهر. فأبوه مبتدأ مؤخر، وما أمه من محارب خبر مقدم. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصري من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين. والله يعني إذا كان أبو السعادات الشجري يعني يقول هناك إجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة، يعني هذا ما وصل إليه، لأن الإنسان ربما حكم بحكم على قدر ما وصل إليه من علم، ويأتي الذي من بعده ويخطئه، وهذا ليس يعني بخطأ، وإنما هو يعني وضع للشيء في ميزانه، يعني حينما وزن كلامه وبحث كلامه قال لا، هو ليس هناك إجماع على ذلك كما قال ابن الشجري، وإنما عرفنا أن هناك خلافا بين الكوفيين والبصريين. نعم يا سيدي. فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا عرفا ونكرا عادمي بيان عادمي بيان كذا، إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرة، أو كان مسندا بذي لا بابتدا أو لازم صدري كمن لي منددا. نعم. ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدا أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره. سبق ذكره يعني ما كان المبتدا فيه معرفة. إذن الذي يجوز فيه التقديم والتأخير باتساع إذا كان المبتدأ إيه؟ معرفة. فإذا كان المبتدأ معرفة جاز التقديم والتأخير. محمد قائم، محمد أبوه قائم، محمد قائم أبوه، كل هذا جاز فيه التقديم والتأخير لأن المبتدأ إيه؟ معرفة. فإذا كان معرفة محددة فمعنى هذا أن المبتدأ يعرف سواء كان في المقدمة أو كان في المؤخرة. لكن هناك كلام آخر، قسم وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر. طبعا من ناحية العقل وهو كلام منطقي أن الجواز يقوم على التقديم والتأخير بشكل واحد وعلى مستوى واحد، يعني تقديم المبتدأ والخبر وتقديم الخبر على المبتدأ، هذا يجوز إذا كان المبتدأ معرفة. لكن هناك قسم يجب فيه تقديم الخبر وقسم يجب فيه تقديم المبتدأ. إذا تقديم المبتدأ مرة يكون واجبا وتقديم الخبر مرة يكون واجبا، والذي بينهما جواز التقديم والتأخير. إذا القسم إيه؟ ثلاثية. تفضل يا سيدي كده. فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع. نعم. الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر. أول موضع في مواضع وجوب تقديم المبتدأ على الخبر إذا كان هناك لبس، إذا كان هناك إيه؟ لبس. فإذا وجدت اللبس، وهذا هو ما شرطناه في جواز التقديم والتأخير، ألا يوجد إيه؟ لبس. فإذا وجد اللبس يبقى المقدم هو المبتدأ والمؤخر هو الإيه؟ كما إذا قلت زيد أخوك، المبتدأ والخبر معرفتان، كل منهما يصلح أن يكون مبتدأ وأن يكون إيه؟ خبرا.
يعني أنت عند الإعراب تقول زيد مبتدأ وأخوك خبر. طب لو قدمت وقلت أخوك زيد، أخوك مبتدأ وزيد إيه؟ خبر. ولذلك هنا نقول إن المبتدأ والخبر بينهما لبس في تحديد المبتدأ وتحديد الخبر. طالما بينهما لبس في تحديد من هو المبتدأ ومن هو الخبر، إذن المقدم يعرب على أنه إيه؟ مبتدأ. يبقى المقدم وجب أن يكون إيه؟ مبتدأ، والمؤخر وجب أن يكون إيه؟ خبرا. نعم يا سيدي. أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، ولا مبين للمبتدأ من الخبر نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو. يعني هذه العبارة وردت على ألسنة العرب، أفضل من زيد أفضل من عمرو، أفضل من زيد أفضل من عمرو، يعني هو واحد. أفضل من زيد وهو أيضا أفضل من إيه؟ من عمرو. يعني هو واحد يفضل على زيد وعلى عمرو. وجاءت العبارة هكذا، أفضل من زيد أفضل من عمرو. إذن لو أنك أردت أن تجعل الأول خبرا، أقول لك يعني ما الذي يعني يجعله خبرا مقدما؟ هنا لبس بين المبتدأ والخبر، لأن المؤخر يصلح أن يكون خبرا ويصلح أن يكون مبتدأ، والمقدم يصلح أن يكون مبتدأ وأن يكون إيه؟ خبرا. إذا نجعل الكلام على الترتيب الذي على طبيعة الكلام، وترتيب الكلام على طبيعته أن يكون الأول مبتدأ والثاني إيه؟ خبرا. نعم. ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ. نعم. وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. نعم. فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبرا جاز كقولك أبو. ما هو إذا وجد الدليل إذن انتفى اللبس، انتفى إيه؟ فإذا لم يوجد لبس يبقى جاز التقديم والتأخير. نعم. فقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة. نعم. نعم. لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، لأن أبا يوسف تلميذ. آه. تلميذه. إذن أنت تشبه التلميذ بإيه؟ بالأستاذ. وعلى هذا يقال أبو يوسف أبو حنيفة، يعني شبيه بإيه؟ بأبي حنيفة. فلو قلت أبو حنيفة أبو يوسف، نقول لك أبو حنيفة هذا خبر، هذا إيه؟ خبر، لأنه هو المشبه به، وأبو يوسف هو المشبه، والمشبه دائما يكون إيه؟ مبتدأ. وبهذا دخلت البلاغة مع النحو. نعم يا سيدي. ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا، إذن الكلام ظاهر بنو أبنائنا بنونا، يعني حينما الإنسان يرى لولده طفلا، زوجت الأولاد فأنجبوا الأطفال، إذن بنو أبنائنا بنونا، لأن الجد في مقام الوالد، ولذلك الجد والد الوالد في مقام الوالد وزيادة، وربما كان الجد أحنى على أولاد الأولاد من إيه؟ من الأولاد، من آبائهم، من آبائهم. حينما قال بنونا بنو أبنائنا وجاء إلى البنات، قال وبناتنا ها بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ولذلك الشاهد في البداية بنونا بنو أبنائنا، لأنه يجوز لك أن تقول بنو أبنائنا بنونا، أو حينما تأتي بالخبر مقدما لا لبس في ذلك وتقول بنونا بنو أبنائنا على تقدير ها بنو أبنائنا إيه؟ بنونا. أما البنات بنوهن يعني أولادهن أبناء الرجال الإيه؟ الأباعد. ولذلك الجد من جهة الأم هل يرث؟
لا آه يرث. لكن الجد من جهة الأب. عند انعدام الأب يرث. آه يرث عند انعدام الأب، ولذلك يسمى الجد من جهة الأم الجد الفاسد. العبارة عبارة أصحاب الفرائض يقول الجد الفاسد، هي عبارة صعبة. فاسد يعني إيه؟ يعني فاسد من الميراث، يعني ليس بمعنى فاسد أنه يعني فسد في أخلاقه، لا، هو فاسد إيه؟ ميراثا. آه لكن عبارة صعبة، لا أدري لماذا جعلوها كده في الفرائض الجد الفاسد. لا، يقال الجد الذي لا فرض له، مثلا الجد الذي له فرض هو أبو الأب، أما أبو الأم فليس له إيه؟ فرض، لأنه ليس من أصحاب الفروض. نعم يا سيدي. والأخ المشؤوم. والأخ البارك والأخ المشؤوم أيضا برضه صعبة. مشؤوم يعني هذا يعني نعم. فقوله بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم. وزيادة. وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. أولاد الأولاد يتدللون على جدهم أكثر من آبائهم. يعني يأتي أولاد أولادي الآن يدخلون علي بكل جرأة، هات كذا، أقول نعم ولا أستطيع المعارضة. ربما جاء أبوه فربما ناقشته، لكن هذا الصغير لا يناقش، وربما قال الوالد فدفعه. لا لا لا، يقول أذهب إلى جدي وآتي بما أريد. ولذلك قال بنونا وقدمهم، لأن ولد الولد عند الجد أغلى من الولد، ولذلك قدم ما هو أغلى، كما قال عبد القاهر نقدم ما هو أهم. فقال بنونا، من هم؟ قال بنو أبنائنا. بنونا ها بنو أبنائنا، وتقديمهم لأنهم صاروا عند الجد أهم وأغلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يباعد بيننا وبين معصيته. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا صادقا، وبدلا على البلاء صابرا، وفي الطاعة سائرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، البسنا ملابس أنوارك، وخذ بأيدينا إليك في كل وقت وحين، وفي جميع الأحوال رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.